أهلا بيكو. في الفيديو ده من الفيديوهات بتاعت محاضرة مصادر التعليم والتعلم هنتكلم عن السلايدز. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن الكتب وعن المقالات وعن الفيديوهات كمصادر من مصادر المادة العلمية اللي ممكن نستعملها. في الفيديو بتاع النهاردة الحقيقة نتكلم عن السلايدز. السلايدز اللي هي عادة الناس بتقول الباوربوينت بريزنتيشن، الشرايح اللي بتبان قدامك دي، لكن الحقيقة الموضوع أبعد من باوربوينت، وهنا مش ده الموضوع اللي عايز أتكلم فيه، إنك تستخدم باوربوينت أو مش باوربوينت، وإنما ان انت تستعين بالبرزنتيشنز اللي حد تاني يعملها، السلايدز اللي حد تاني يعملها. ويمكن ده يجيبنا للصورة اللي انا حاططها هنا، اللي هي من ويب سايت اسمه سلايد هيلبر، وفي مقالة جميلة جدا عن بعض الويب سايتس اللي الناس بتنشر عليها السلايدز بتاعتها واللي ممكن تستعين بيها، منها الحاجات اللي اللايسنس بتاعتها زي ما هنتكلم كمان شوية كرياتيف كومنز، تقدر انت تستخدمها على طول. انا عن نفسي الحقيقة حاجتي كلها في موضوع تحت اللايسنس بتاعت كرياتيف كومنز، فلو لقيت اي سلايدز من بتاعتي استخدمها، وبالتالي هتلاقي ناس كتير تانية عاملة كده من باب المشاركة. يعني الموضوع له خلفيات كتيرة، برضو مش موضوعنا ان احنا نتكلم ليه ناس بتعمل كرياتيف كومنز وما بتعملش كرياتيف كومنز، بس انا واحد من الناس اللي بشجع انك دايما تنشر حاجتك وتخليها مفتوحة للناس تستفيد بيها بكل الاشكال الممكنة. المهم فالسلايدز الحقيقة ريلي ار جود ريسورس، لان بديك حاجة واحد مجهزها قبل كده، بس يمكن هنا ببتدي بالتحذير قبل ما ابتدي بالفايدة. انا بحذرك دايما من ان الريسورسز بتديك مادة علمية مهلهلة. يعني مثلا تخيل ان انت مش بتسمع المحاضرة دي، وانما بس كل اللي واخده هو السلايدز اللي موجودة، اللي هي موجودة على الويب سايت في الاكاديمي اوف نوليدج دوت اورج مثلا. انت فتحت السلايدز وابتديت تقرا منها. الكلام اللي انا بقوله على كل سلايد اكتر بكتير من اللي كاتبه على السلايد، وبالتالي هنا السلايد مش بيديك المادة متكاملة، مش بيقول لك ايه المفروض تكون تفاصيلها. فانت اذا ما كنتش اوريدي فاميليير وعندك دراية بالموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده، دراية كافية ان انت مجرد اما تاخد الهيدلاين يبقى عندك فرصة تتكلم، يبقى بالتالي هنا اكيد السلايدز مش هتبقى مصدر كويس، لكن الهيدلاينز هتبقى فكرة ممكن يفكرك بحاجة انت ما كنتش حاططها في اعتبارك في الدرس ده او في المحاضرة دي او في الكورس ده، فبالتالي هنا الافكار دي ممكن تستفيد بيها. كذلك ممكن السلايدز تدي لك فريم ورك من خلال ايه المادة، الموضوع تسلسله بيمشي ازاي، ممكن يعجبك الفريم ورك ده او ما يعجبكش، او لما تلاقيه تكرر مع واحد واثنين وثلاثة واربعة مختلفين تقول والله it seems and this is a nice logical way of presenting the information. بس طبعا ما فيش حاجة بتيجي ببلاش، الديتيلز زي ما قلت من شوية الديتيلز مش موجودة، فاذا انت ما كانش عندك حاجة تضيفها السلايدز مش تبقى مفيدة بالنسبة لك، الا اذا كان السلايدز بقى بالطريقة القديمة اللي الناس كانت بتحط دش كلام كما لو كان عامل كوبي وبيست من الكتاب، او حاطط كمية كلام كتير وجمل كتير في السلايدز، ساعتها يعني مش هقدر اقول برضو ان هي بتبقى كاملة، لكن يعني الكمية اللي انت محتاج تملاها بنفسك بتبقى اقل بكتير. لكن برضو ارجع واقول ان بالتأكيد this is an extremely low credibility source. الثقة بتاعت المادة اللي موجودة في السلايدز قليلة جدا، لان كتير بيبقى اللي رافع السلايدز دي طالب او واحد لسه بيتعلم،
ما تقدرش تقول والله دي المادة العلمية دي موثوق فيها او مش موثوق فيها. مش كل واحد بيتعلم في مجال ما يقدر يتكلم فيه ويقدر يطلع منه محاضرات وبالتالي presentations. من هنا خلي بالك من انت اللي بتاخد منه البرزنتيشن ده وراه ايه. يمكن حاجة من الحاجات اللي انا شخصيا ساعات بستفيد بيها الطلبة الهنود. الطلبة الهنود لطاف جدا، بيعملوا برزنتيشنز يرفعوها على سلايد شير. انا بستخدم سلايد شير على فكرة، من ضمن الحاجات اللي بحب اقولها سلايد شير وجوجل سلايدز. المهم ان لما ادور على حاجه بلاقي عاده مثلا برزنتيشن اتعملت في كورس عمله الطلبه الهنود، كلهم تيبيكالي مستخدمين نفس الترتيب المنطقي. الكونتنت بتاع البرزنتيشن ممكن يكون مختلف لكن مستخدمين نفس الترتيب اللي هو خدوه في المحاضره او خدوه زيه في مكان ما. فساعات ده بالنسبه لي بيبقى لطيف ان والله it seems and this is a nice way of arranging the ideas. ارجع اقول لك في الاخر انت اللي هتبقى مسؤول، وبالتالي انت اللي بتحط الافكار بالترتيب اللي تشوفه مناسب اكتر. ده اللي كنا عايزين نقوله عن البرزنتيشنز. في المحاضره الجايه ان شاء الله نبتدي نتكلم عن الصور واستخداماتها في المحاضرات واستخداماتها في كمادة علمية. لكن هنا أحب تاني قبل ما أسيبكم في موضوع البرزنتيشنز، في ريسورسز كتيرة فيها برزنتيشنز جميلة جدا، سكريبت وسلايد شير جوجل سلايدز. لكن أرجع وأنبهك للدروباكس بتاعت سلايدز. إذا ما كنتش أنت عارف أنت بتقرأ إيه وعارف المادة العلمية دي هيتقال فيها إيه، يبقى السلايدز بالنسبة لك هتبقى مصدر تشويش مش مصدر مادة علمية تقدر تستخدمها، فخلي بالك من الحتة دي. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبتدي نتكلم على الصور، فأرجو إن أنتوا تتابعونا وتكونوا معانا في الفيديو الجاي.